لم تلقى الولايات المتحدة ودول العالم أي إجابة على دعواتها المنادية بعدم توسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، بل جاء الرد معاكساً لكل من يدعي احتواء العدوان الإسرائيلي على غزة. ولعل المتأمل للصراعات التاريخية وخليفاتها سيجد أنها بدأت محدودة ثم ما لبثت أن تعظمت، وليدخل فيها عنوة من يريدها وحتى من يجنبها وأدار لها ظهره. وخير مثال على ذلك الحربين العالميتين الأولى والثانية التي بدأت محدودة ثم تضخمت لتصل شرارتها إلى معظم دول العالم. لقد أثرت الضربة التي وجهتها إسرائيل على مدينة الحديدة اليمنية قبل أيام قليلة تساؤلات حول إمكانية أن تؤدي العملية إلى مزيد من التصعيد، وهل سيكون هذا التصعيد دون الدخول في حرب أوسع مع حلفاء إيران بالمنطقة؟ تتوالى الأحداث مسرعة من ميادين المواجهة، فالقصف الإسرائيلي الأخير على ميناء الحديدة غربي اليمن سبقه بيوم واحد هجوم للجماعة اليمنية على تل أبيب بطائرة مسيرة. وكان الهجوم الإسرائيلي استهدف منشآت مدنية بينها خزانات النفط بميناء الحديدة ومحطة الكهرباء في الحديدة، وهو هجوم يهدف لردع الفصائل اليمنية. في المقابل شكل نجاح المسيرة اليمنية في اختراق الدفاعات الإسرائيلية وضرب هدف في قلب تل أبيب تحولاً في المواجهة، وأعلن صريح أن احتمالات ضرب أهداف جديدة قائم. ولعل المشهد الحالي للمواجهة يؤكد أن الجماعات اليمنية ستصعد من عملياتها ضد السفن التي تتعامل مع إسرائيل خلال الأيام المقبلة، وأبعد من ذلك سيكون هناك جولات جديدة من الطائرات المسيرة مع محاولة الوصول إلى أهداف داخل الأراضي المحتلة عبر مسيرات صمات 3 التي يمكن الطيران إليها إلى 2000 كيلومتر. من جهة أخرى، من المستبعد الذهاب إلى مواجهات مفتوحة بين إسرائيل وإيران أو كلاهما في اليمن ولبنان وغيرها من الدول، وإنما ستبقى الأمور في نطاق التصعيد المحسوب من كلا الطرفين بحيث لا تتجه الأمور إلى مواجهات مفتوحة. وختاماً، لا يمكن وصف الضربة الإسرائيلية لبناء الحديدة بأنها نوعية، لكنها ستفتح الباب على مصراعي أمام تصعيد بين الجانبين، ومع ذلك فهو تصعيد محسوب ومدروس تجنباً للدخول في حرب كبرى قد تجر فيها المزيد والمزيد من دول المنطقة.